زامي مرحبا بكم معايا في هذا الفلوج جديد. اليوم انا في ميغرا كازا بلانكا فين غادي يكون الفينال ديال التورنوا ديال فيفا 19 اللي منظمها ام دي جي اس. جمعها الواعرين ديال المغرب في الفيفا غادي يتنافسوا باش واحد اللي غادي يربح عام ديال سبونسوري وغادي يولي يمثل المغرب في العالم. تبعوا معايا هذا الفلوج ونشوفوا الامبيونس كيفاش داير. تقاد الريغلاج ديال المانات ديال الكاميرا الخطه ديالك وصافي. كنت ديك الساعه في الماتش باش غتلعب دابا الى فبارسا انا ريالي على مدريد معنا في الجروب وقلنا بعدا نهربوا منو هي الماتش الاولاني زغزغ الماتش الاولاني طاح معنا. البلاسيه هذه بلا عطاها دوكراسكو تاع رونالدو من ميتريز البريمير ميتا كان البريمير ميتا كان غادي تقول بعد التحليل التقني ديال الماتش انت واخا انت بلاتي تنهضروا معاك من بعد شكرا رابح ما فرحان هو عادي تربح ولا كيف لا ستريس ديال الماتش زكيت شي جوج بيناتيات في الماتش ما عجبوش ميسي زكان اش كدير بزاف ديال السكيلز وريني كيفاش كديرو. كاين هذه الدراغبا هذه كديرها بهذا الليش وكت الستيك البلاصه اللي باغي ترجع لها مثلا باغي ترجع لو كدير في الماك. كاينه تورنادو هذه ضربه الفوق ضربه الجد وكاينين بزاف. كاينه هاد ارستري كتبيكي البال كاين بزاف اللي جاب بسم الله وبعد ماتش اميكال ياز اميكال اش ندير داك البنات ديال لي سيبر ديال الدروبه واش يطلع على الله يطلع هاك اخويا يطلع يوبي هاك قول صاحبك ما يتهداش عليه شو لعب معايا بشويه زعما كيتسهل معايا كيتعاون معايا كوره دور كوره فين هي كوره شديناها باش نديرو لي باس اش بالك نصلح نخلي كومبيتيسيون لا لا انت غدا انت اش هادوك اللي كيلعبو كيبقاو يديرو بحال هكا عرفتيهم هذا اللي لعب معايا سمحت هاد الماتش ب 4-0 و 4-0 كنت صغير دير 4 دقائق ما شديتش كوع عرفتي الا ماركيت غير شي بيس راه بحال اللي ديت الترو لا وراه برو هادي راسو فيه عبيد وحده The next day. صباح الخير لي زامي باقي كتفرجوا معايا في الفلوج ديال التورنوا ديال فيفا 19 ام دي جي اس اي سبورت. اليوم كاينين ماتشات ديال الثمن الربع النصف والفينال. الماتشات كاملين غادي يكونوا على غوتو. يلا ندخلوا نتفرجوا. ربحتي خو عاد كيسالي عليه واحد شويه عاد ثلاثة اليوم غتشدو في الدار اليوم العزاء ما غنداش الدار اليوم ما غنداش الدار هادي كنا كنلعبوها كندقوا 4 دريال ايه الايام الله على كيف فخر يوم شيف لاحظ لاحظ اسماعيل طارق باش ينعب وتمرس هاد اللاعب اسماعيل اسماعيل غير شينا انت كنت تميزي ب 4 دريال وكتلعب حمق هو تا كنلعب انا هي كتميزها مومنتس ليتر ما مولفش نلعب انا و لو شوا دو بارسا ما تخي صراحه البارسا ما ديفونس ضعيفه بزاف الا جاب 1500 غنديروا 1250 750 يجي 2000 2000 لواحد الا ما جابش ماشي مشكل مزيان هادي ياك ماشي بقى بالي تقسموا الفلوس قسمه قسمات نتوما في فينا شكون اللي غيربح الا تحشوا في ربحوا بجوج ربحوا بجوج لعبوا فور فان وصافي فور فان عاد كتنزلوا تشدوا المناطات ما كيبقاش فور فان بيج مومنت مع اسماعيل اللي زعما كنقدم لكم سليمان المعلق ديال التورنوا ديال فيفا ام دي جي اس كنقدم لكم اسماعيل الصفراوي المعلم ديالنا اليوم يعطينا السعيد جامد داز الفينال مبروك عليك فرحانك اه عادك شو اللي تقول لي تفاحه راه ما دار والو برافو الياس بزاف هالساط هادشي الماتش كامل برافو عليك ناري يا صاحبي 10 دقائق الاخر الفينال مع صاحبي
ماتش خاص خاص لا باش على اوكار جون. شكرا ديمبيلي اللي كنتي كتشوفنا في الفلوج انت. شكرا ديمبيلي. برافو الياس برافو. فخر مسؤولية حيت خاص بغات تمثل المغرب في دي كومبيتيسيون في العالم. نتمناو نشرفو المدة ديال العام. مدة عام بالفعل. عارف شنو كيتسناك ياك؟ عارف تي لعابة كبار كومبيتيسيون كبار. نتمناو نكونوا قد هاد المسؤولية ونهزو الدرابو ديال المغرب. وشكرا ام بي جي. لعبة ديال لعبات فيفا بحالهم بحال لعبة ديال كرة القدم. حتى هما كيحتاجوا التدريبات اللياقة البدنية والذهنية كونسونتراسيون الخطط والتكتيك وبزاف ديال الحوايج باش يربحوا. لعبة ديال فيفا حتى هما بحال لعبة ديال كرة القدم. فيهم الموهوب ولكن مازال ناقصها التجربة. اللي عنده تجربة ولكن ما عندوش زهر. اللي ماشي في نهاره. اللي طايح له المورال. واللي كيشوف قدامه غير ربح. بزاف ديال هاد الحوايج تجمعوا في إلياس مساعد واللي ربح أول تورنوا ام دي جي اس اي سبور ورجع هو بطل المغرب في لعبة فيفا 19. بغى يرجع يمثل المغرب في المنافسات والبطولات العالمية. هاد التورنوا هي خطوة مهمة لتطوير الرياضة الإلكترونية بالمغرب. وحنا يلاه في الأول ديال الطريق. لي زامي كنشكركم بزاف على متابعة هاد الفلوغ. ما تنساوش تابعوني في انستغرام. بزاف ديال الفلوغات والمفاجآت جايين في الطريق. نتلاقاو قريبا. بسلام عليكم.